مدينة لحج، مدينة يمنية تقع بين تعز وعدن، وتنسب تسميتها إلى لحج بن وائل الذي يعود نسبه إلى يعر بن قحطان، ويغلب عليها اليوم اسم الحوطة. مرت عليها حضارة سبأ وحمير. دخل الإسلام إلى اليمن على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتشر فيها بعد أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الدعاة إليها. وكان ولاة اليمن يعينون مباشرة من قبل الخليفة الراشدي، واستمر ذلك في عهد الدولة الأموية. في العصر العباسي عاشت اليمن تبدلات متعاقبة، فظهرت فيها دول مستقلة عن الخلافة أو تابعة للفاطميين أو للأيوبيين أو للمماليك. وخلال ذلك ملك مدينة لحج عدد من الأسر، منها بنو معن، بنو زريع، ثم حكمها الأيوبيون. وفي ظل الدولة الرسولية حكمت لحج مركزيا من تعز، واستمرت كذلك في سنوات الدولة الطاهرية، ثم خضعت لدولة الأئمة الزيدية المركزية. وعندما ضعفت السلطة المركزية أعلن سلطان قبيلة العبدلي فضل بن علي استقلاله عن صنعاء، واتخذ من مدينة لحج قاعدة للسلطنة. ثم احتلت بريطانيا عدن، وكانت لحج إحدى المحميات التسع التابعة لمستعمرة عدن. بعد الاستقلال وانسحاب بريطانيا أصبحت لحج مركزا للمحافظة اليمنية التي تحمل الاسم نفسه.